نعم، ولعلنا نستفيد شيخ محمد يعني من خلال حديثك أن الأخت والعمة والخالة حقها كحق الأخ والعم والخال، يعني صلة الرحم لا تفرق بين الذكر والأنثى في ذلك. نعم، وأيضا ممكن تصل قضية إلى التضحية أحيانا بأشياء من ميزات الدنيا لأجل الأخوات، كما فعل جابر رضي الله عنه لما ترك الزواج من البكر مع استحبابه، وأن البكر أفضل ويعني أميز من ناحية الدنيا، وتزوج ثيبا لمصلحة أخواته. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت له: إن عبد الله يعني أباه هلك أن قتل شهيدا في أحد وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني امرأة خرقاء لا تحسن القيام عليهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن وتؤدبهن. فقال: بارك الله لك. رواه البخاري. يعني آثر تربية أخواته والإحسان إليهن على نفسه. نعم، هذا يعني الاتيان بامرأة لها خبرة وثيب وعندها دراية بشؤون الصغار والبيت من أجلهن. كان بمقدوره أن يقول: أنا ومن بعد الطوفان ما خلص ما علي منهم. هذا النوع من الإيثار مطلوب، وفيها فضيلة لجابر رضي الله عنه، وفي شفقة الأخ على أخواته، وتقديم مصلحة الأخوات على مصلحة النفس. هذا ما يضيع عند الله باء، هذا له عند الله أجر عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. له الجنة، هذا شيء عظيم، حديث صحيح رواه الترمذي. لكن ما معنى أدبهن وأحسن يعني تعهدهن، قام بنفقتهن، علمهن، أرشدهن، نصحهن، أحسن إليهن، وتمم ذلك بتزويجهن؟ هذا يعني قمة الإحسان. والآن الزمن يحتاج إلى مصروفات، كسوة، طعام، شراب، سكن، فواتير جوال، فواتير يعني، وهناك غذاء الروح طبعا، تعليم وتأديب وتربية وتوجيه وأمر معروف ونهي عن المنكر. ولذلك فلا بد بالحقيقة يعني الاستشعار العملية. وكذلك الأخت تعين أخاها، قد تعينه في أمور دراسية، قد في أمور تتعلق بجامعته ببحوثه، قد تعينه بخدمة ضيوفه، قد تعينه بأحيانا تمسك أولاده، قد يحتاج يسافر عمرة مع مثلا زوجته فهي ترعى أولاده في غيابه. يعني هناك أدوار كثيرة يمكن أن تقوم. الأخت تخطب له وتكون أمينة في النقل وتساعده في إتمام إجراءات العرس مثلا والحفلة وإلى آخره. فإذا دور الأخت مع أخيها دور كبير في المقابل. ولعل الشيخ محمد يعني سيأتي بإذن الله حديث حول دور الأخت ومسؤولية الأخت تجاه إخوتها وأخواتها. لعل نقف شيخ محمد مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد يا نور عيني من شافي أفكار علمية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية. زاد المربي بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. تقسم الوصايا كأجمل الهدايا الراصد
من الحوادث اللي يعني وصلتنا وهي كثيرة جدا، وأنا لا أريد أن يعني أحدد قضايا بعينها، لكن من قضايا مثلا الاغتصاب اللي وصلتنا، يعني اثنين من الإخوة يتعاقبون على أختهم إلى أن حملت وصار عمر الولد 6 أشهر وأتتنا القضية هذه. من القضايا اللي أيضا جتنا يكلمني اللي هو أحد الأقارب المرأة، يقول أن هذه المرأة تعرضت للاغتصاب من قبل أخيها، ثم لما توفي والدهم أصبح الأب الأخ هذا هو القيم على البنت، فأصبح لا يستطيع أن يزوجها لأنه يعرف أنها ليست بكر، وبالتالي البنت أصبحت تسير في درب الانحراف، فلا هو اللي يستطيع أن يزوجها ولا يستطيع أن يمنعها، بينما هو تزوج وله عائلته وله أسرته. أيضا قضايا الضمان الاجتماعي، يعني يصلنا كثير من الأخوات أو النساء يتكلمن أنها منذ وفاة زوجها والمفترض أن يأتيها الضمان الاجتماعي، أخوتها يسيطرون على هذا المال لمدة، يعني بعضها تقول إلى الآن 8 سنوات ما أخذت أموال ضمان اجتماعي ولا أموال اللي هي مخصصة للإعاقة، لأنه تقول عندي أطفال فيهم إعاقة، فهم يعني يصرف لهم من الدولة يعني مشكورة تصرف لهم أموال، هذه الأموال يأخذها الإخوة. من القضايا أيضا الغريبة اللي أتتنا، يعني أحد الأخوات ساهمت بأموالها في أحد الشركات، فلما أتاها الربح أخذه الأخ ورفض أن يعطيها أي شيء مع أنها ساهمت بمالها وباسمها، لكن الأخ أخذ هذا المال. أيضا من القضايا اللي وصلتنا، يعني أحد الأخوات تقول حدث خلاف بينها وبين زوجها وتطور الخلاف إلى أن وصل إلى الطلاق، فتقول انتقلت إلى بيت أهلي وبيت أخوتي في ذلك الوقت، تقول طبعا هي كانت عندها مشاكل مالية فلم يكن يبقى لها من راتبها سوى مبلغ بسيط، فتقول أنه في يوم من الأيام استيقظت وأسمع 2 من أخوتها يختصمون على راتبها، كم سيأخذ كل واحد منهم نصيبه من بقاء أو من جراء بقائها في بيتهم، فيعني أصبحت المسألة يعني لا إنسانية لمجرد فقط وجود هذه المرأة الضعيفة عندهم، فإنهم لابد أن يستغلون راتبها. أيضا قضية من القضايا التي أتتنا في مسألة أحد الأخوات تقول أن زوجها تزوج من أسرة وهذه الأسرة يعني لها مستواها الاجتماعي، فأصبحت زوجة الأخ تتحكم في مصائر البقية الأخوات في من يتقدم لهم، والأخ طبعا طوع زوجته، فكل ما تقدم لهم إنسان يرفضه الأخ بحكم أنه ليس من الطبقة الاجتماعية المناسبة ولاحظ أنها المناسبة ليست مسألة أنه من طبقة اجتماعية مرتفعة، لا، لابد أن تكون مناسبة لطبقة زوجته. هذا الأمر لا يحدث عادة إلا في غياب الأب، متى ما وجد الأب، إذا كان الأب موجود فإن هذه الأمور لا تحدث، وكان الأب يقوم بمهامه التي كلفه الله عز وجل بها. بعض المفاهيم المغلوطة للثقافة الذكورية عندنا أو عند المجتمعات العربية أن كل ذكر هو متسلط بشكل لا محدود على الإناث اللائي يعني يوجدن في منزله. الإسلام يأمر بالعدل، نعم المساواة قد تكون مستحيلة، لكن العدل هو المطلوب، لابد أن يكون هناك عدل. لما تعمل المرأة مثلا تعمل وتكدح من الصباح إلى بعد الظهر، بأي حق يأخذ الإخوة راتبها؟ لما يتقدم إنسان ترضاه المرأة ويراها وتراه ويعجب بها وتعجب به، بأي حق يعني يرفض الإخوة أن يزوجوا أختهم لهذا الأخ؟ من القضايا اللي لابد أن ننبه عليها أيضا وهي تساهم بدرجة كبيرة في مسألة الحل، قضية الحديث، يعني تجد المرأة أحيانا صعوبة في الحصول على قناة تتحدث من خلالها عن مشاكلها وتوصل الفكرة سليمة ويعني واضحة للآخرين أو للشخص الذي يستطيع أن يحل هذه القضية.